يكون عندهم اسباب وراثيه. طبعا الحقيقه في اسباب تانية مرتبطه بالغذاء والعادات الغذائيه السيئه، خصوصا الناس كتير جدا دلوقتي ينزل الشغل ما يفطرش، الغداء يعدي الوقت بتاعه وما يهتمش باكل الخضار الفاكهه، كل الحاجات دي بتحتوي على فيتامينات مهمه جدا لنمو الشعر. الحقيقه تاني كمان العادات السيئه لاستعمال المراهم والكريمات والشامبوهات بشكل مكثف. الناس بتفتكر ان كل ما يستعمل شامبو ويغسل شعره كل يوم كل ما ده يبقى مفيد، ولكن بنلاقي ان العكس، ان طبعا دي بتحتوي على كميه كبيره جدا من المواد الصناعيه اللي بتنظف الشعر ولكن بتجهد البصيلات وبرضه بتاثر عليها. الحاله النفسيه الحقيقه بتلعب دور كبير جدا في تساقط الشعر، ودي برضه بنلاقيها عند نسبه كبيره جدا من الناس اللي عندهم مشكله تساقط الشعر. طب الصلع بقى، الوصول لمرحلة ان هو مش فقط هناك تساقط للشعر او الشعر خف رجل او امرأة، الصلع يا دكتور يعني ناس كتير كانت بترى ان هو طبعا في الرجال اكثره لكن ملوش حل، هل فعلا ومازال الصلع بانواعه الوراثيه ملوش حل؟ لا طبعا، هو يمكن ده سؤال شائع قوي وبتساله، انا عندي صلع وراثي دلوقتي هل ده معناه ان ما ينفعش العلاج؟ لا، هو الصلع الوراثي ده مش معناه ان هيبقى في يعني مشكله في العلاج، لكن ده عنده قابليه ان يحصل له صلع وممكن يبقى الصلع ده مبكر زي ما قلنا، ولكن علاج الصلع دلوقتي بقى حاجه سهله جدا وهي عمليات زراعه الشعر الطبيعي. فهنا بيجي دور العلاج. لو احنا عندنا تساقط والتساقط ده بقى كثيف لدرجه ان احنا داخلين على صلع، يبقى نلحق نعالج التساقط ده بالطرق طبعا المختلفه. لو وصلنا لمرحله الصلع فده برضو ليه ان شاء الله علاج مهما كانت اسبابه. مهما كانت اسبابه. طيب بدايه علاج الصلع، يعني مثلا في شباب عارف ان هو والده اصلع او واحد من افراد، يعني كان الناس تقول الخال ممكن يطلع سواء عنده لو اصلع ممكن برضو الجينات الوراثيه تكون موجوده لدى الام لكنها مش واضحه لانها امراه فيطلع هو اصلع، هل يستخدم بقى، بنشوف ناس تستخدم شامبوهات وكريمات يعني على اساس يقلل من عمليه الصلع، ولا اذا كان وراثي يا دكتور 90% انه يعني هيصبح اصلع كما كان مثلا اقاربه او والده؟ لو هو ساب نفسه من غير علاج يبقى بالتاكيد هيوصل لمرحله الصلع دي زي حد من العيله، سواء كان في عيله الاب او عيله الام، ولكن لو بدا يستخدم العلاج اللي احنا بنقول عليه ده مهم جدا جدا عشان ما نوصلش لمرحله الصلع. ودلوقتي من اشهر طرق العلاج في تساقط الشعر اللي ما توصلناش للصلع هو الميزوثيرابي. والميزوثيرابي مش ده الماده، ده طريقه العلاج. الميزوثيرابي ده هو ده العلاج الموضعي في التجميل عموما، لو استخدمناه في الشعر فده ليه مواد مخصوصه في الشعر. وعلى فكره هي مش ماده واحده، يعني عشان بس ناس بتساعد بتقول انا هحاول اجيب الماده دي من بره او احاول حد يجيبها لي مش عارف من فين، لا هي مش ماده واحده خالص، هي عباره عن تركيبه مواد بتبقى فيها فيتامينات، فيها حاجات بتنشط البصيلات. في حاله الصلع بالنسبه للذكور بيبقى فيه مواد بتقاوم هرمون الذكوره اللي مسؤول عن تساقط الشعر في بالذات فتره الشباب. فالحقيقه دي بترجع لتشخيص الجراح او طبعا اخصائي الجلديه اللي هو بيشتغل في التجميل، لان هم التخصصين اللي بيشتغلوا الموضوع ده، هو اللي بيقدر يشخص مظبوط مين اللي هياخد الميزوثيرابي وايه الماده اللي تناسب كل واحد، لان ما ينفعش ادي مواد للبنات وفي مواد ما ينفعش اديها للولاد. وبالتالي هنا مهم جدا استعمال الميزوثيرابي، لازم حد يكون عنده خبره وعنده حرفيه في التشخيص المناسب او المظبوط في حاله تساقط الشعر.
النتيجة المتوقعة من ميزو ثيرابي يا دكتور مثلا لرجل أو امرأة بعد فترة قد إيه؟ لأن بنشوف ناس كتير بتبدأ العلاج بعد ما تشاهدنا تروح مثلا تاخد جلسة بس تقول لك لا ده ما عملش حاجة. بالظبط ده دي حاجة شائعة جدا بالحقيقة، إن في ناس حتى كمان بتبدأ نص الطريق وبعدين ما تكملش. انا كتير جدا باكد وبشدد ان احنا بدل هنبدا ميزوثيرابي يبقى نخلص الكورس كامل. في الغالب الكورس ده بيبقى 14 جلسه، ده المتوسط بتاعه. ساعات بيبقى ناس محتاجين حاجات قليله وساعات ناس بتحتاج اكتر شويه، لكن 14 جلسه في الغالب بيبقى مدتهم 4 شهور. الكورس ده لازم نخلصه، واحنا الحقيقه بنبداه بنظام، بنبدا كل اسبوع بشكل قريب وبعد كده نبدا نبعد. فكره ان احنا نبدا نبعد مثلا كل اسبوعين او كل شهر عشان الشعر ما يتعودش على الميزوثيرابي، وعشان لما نوقف الشعر ما يرجعش يقع تاني. وده اللي بيحصل، الناس اللي بتوقف الميزوثيرابي مباشره تلاقي عندهم بيشتكوا، يا دكتور انا اول ما بطلته حسيت ان الشعر رجع تاني يقع. ايوه، عشان انت ما كملتيش او انت ما كملتش الكورس كويس وما خدش الجرعات مظبوط وما بداش يعني يقلل الجرعات بشكل طبي صحيح، وبالتالي الشعر ما يتاثرش. عشان كده الميزوثيرابي اهم حاجه فيه التشخيص مهم، المواد اللي بنديها لكل حاله مهمه جدا، الدكتور اللي بيديها لازم يكون متمرس لان هي مش مجرد حقن بنديها، ده الحقيقه ليها اتجاه معين وليها عمق معين لازم ندخل فيه وليها جرعات لازم نوزعها في الشعر. والحاجه الثانيه الكورس ومده الكورس مهمه جدا، هو ده عوامل نجاح الميزوثيرابي. دي عوامل نجاح. هل دي بدائل يا دكتور ولا لان احنا عندنا بنشوف فيتامينز كتيره وفيتامينات كتيره بتبقى مخصصه للشعر وبعض احيانا الاظافر، ايه الفرق بين النتيجه دي والنتيجه دي وايه الامكانيات اللي ممكن يوصل ليها فيتامين معين فيما يخص الشعر خصوصا اللي بيتساقط بكميات كبيره؟ كويس قوي. هو الحقيقه طبعا انا جنب الميزوثيرابي بالفعل احنا بندي مكملات زي الفيتامينز وممكن حاجات تتحط على الشعر سواء كان شامبو او سبراي، بس الحقيقه كل دولت مجموعه كل دولت بيبقوا 20% بس. يعني الميزوثيرابي بنعتبره 80% من العلاج والعلاج نفسه المكمل ده 20%. يعني ما نقدرش ان احنا نستغنى عن الميزوثيرابي ونقول العلاج ده لوحده كفايه، بس العلاج ده مهم عشان احنا كده كده بناخد حاجه عن طريق الفم بيوصل جزء منها مش كلها للشعر طبعا، وبالتالي مش تاثيرها كله هيوصل للشعر، عشان كده بقول 20%. الميزوثيرابي فيه ميزه ان انا بديه موضعي مباشره للشعر، وبالتالي هو اللي يعني يبقى 80% من العلاج عشان انا بديله مباشره ما بعتمدش ان هو يمشي في الدم ويوصل للشعر. عشان كده مفيش استغناء عن الاثنين، ده مهم جدا عشان لازم الشعر يوصل له غذاء عن طريق الدم، والميزوثيرابي مهم جدا عشان لازم يوصل له العلاج المباشر بالجلسات. قبل ما تنقل من جزئيه الميزوثيرابي، التوقع بعد الجلسه وزي ما حضرتك قلت الكورس كله يتاخد، هل هيطلع بصيلات جديده يشوف الشعر بينبت مره اخرى وبنفس يعني كفاءه الشعر والخصله الاولى ولا اكثر كفاءه او اقل كفاءه؟ يعني ينتظر ايه المريض اللي مشي على الكورس كامل وخلص المده المحدده بالنسبه له من الميزوثيرابي؟ تمام. الشعر هو في كذا حاجه، اول حاجه هيلاقي التساقط نفسه بدا يتحسن جامد وممكن ان شاء الله على نص الفتره يحس ان هو وقف خالص. ده حاجه. الشعر هيبدا يتقل، بس هيتقل مش بسبب ان شعر جديد هيطلع، بسبب ان قطر الشعر نفسه هيبدا يكبر وسمك الشعر هيبدا يتحسن، نمو الشعر هيتحسن، لان في ناس بتيجي قبل الميزوثيرابي بتقول انا شعري مثلا ما عادش بينمو خالص، وبالتالي الميزوثيرابي هيحسن النمو. طب ايه بقى فكره الشعر اللي بيبدا يطلع ده بقى؟ هو ده مش شعر جديد، ده بيبقى شعر ضعيف صغير موجود بالفعل والبصيله بتاعته موجوده، ولكن حصل ان هو بقى خلاص ضعيف مش قادر ان هو البصيله تبقى فيها تنشيط كويس ويبدا ينمو. وهنا بقى دور الميزوثيرابي ان هو ينشط البصيله الجديده الموجوده دي ويبدا الشعر ده تنمو بشكل طبيعي. عشان كده يهيئ للشخص ده ان في شعر جديد طلع، لكن الحقيقه هو مش شعر جديد، هي بصيلات موجوده ولكن الميزوثيرابي قدر ان هو يحفزها ان هي تنمو بشكل كويس. الميزوثيرابي زي ما حضرتك قلت للناس اللي عندهم تساقط او بالفعل عندهم شعر، لكن الاصلع او اللي عنده بالفعل الخلايا بقى اللي بتنبت الشعر خلاص هي يعني جات لها اشارات من المخ خلاص انها تنهي عملها فبيتحول الى اصلع وراثيا او من خلال الظروف المحيطه، ده ينفع له ميزوثيرابي ولا بننتقل بقى لقصه زراعه الشعر؟ لازم يزرع شعر. بالظبط. هنا بقى يبقى دور عمليه زراعه الشعر الطبيعي هام جدا. والحقيقه قبل ما بنحدد هل الشخص ده محتاج عمليه زراعه الشعر لازم نطمن ان هو عنده شعر موجود في المنطقه اللي هي في الجنب وورا، لان احنا لما بنقول زراعه شعر طبيعي يبقى لازم من نفس الشخص، عشان في ناس بتعتقد ان الطبيعي يبقى معنى كده هيجي من مصادر طبيعيه ولكن مش مهم يكون نفس الشخص، لا ده لازم يكون نفس الشخص عشان نجاح العمليه بتعتمد ان هي بياخد نفس بصيلات الشخص ده نفسه. والمنطقه اللي في الجنب والمنطقه الخلفيه دي فيها ميزه ان هي اول حاجه بتبقى الكثافه فيها عاليه،
في نفس الوقت مقاومه للصلع، لان الجينات نفسها موجوده في الشعره مش في الجلد، بعكس الجينات بتاعت الشعر موجود في المنطقه الاماميه على الجلد، فبالتالي يحصل فيها صلع. هنا بيبقى مهم جدا ان احنا نحدد عمليه زراعه الشعر الطبيعي، ان نطمن على الشعر الموجود اصلا، وبالتالي نحدد بعد كده ايه نوع زراعه الشعر اللي الطريقه اللي احنا هنعمل بيها العمليه. طب ايه مختلف الطرق؟ يعني مثلا معانا صوره يا دكتور دي فيها اشكال مختلفه من الصلع، ده قبل وبعد الزراعه فعلا بقى الشكل بالطريقه دي بالظبط؟ يعني يمكن ده احنا مصورينه بكذا اتجاه، على الجزء اللي هو الشمال باين ان هو قبل العمليه عامل ازاي، بعد العمليه دي حوالي تقريبا 8 شهور او سنه تقريبا، هو بدا الشعر ينمو بشكل بقى غطى لنا المنطقه اللي كانت فاضيه خالص. وهي دي ميزه الحقيقه العمليه، ان هو نمو الشعر بيبقى طبيعي، يعني مش حاجه شكلها صناعيه او حاجه شكلها يعني مختلفه. صحيح. وحضرتك بتقول ينمو، يعني البعض بيتصور انك بتحط الخصله او الشعره وتظل على حالها، ولا بتزيد ولا بتنمو ولا بتقع. لا بالعكس، ده هو ده زراعه الشعر الطبيعي. الميزه فيها ان هي بنزرع الشعره من نفس الشخص عشان تنمو وتكبر، وممكن يقصها وممكن يغسله، مفيش اي مشكله خالص. وده ميزه زراعه الشعر الطبيعي عن الصناعي. الصناعي الحقيقه ليه مساوئ كتير جدا، زي ما حضرتك قلت ان هو ما بينموش خالص، وممكن يعمل التهابات ومشاكل. طب دي ده قبل زرع الشعر يا دكتور، ولا بعد ما في عمليه الزرع برضو كان؟ لا ده زي ما احنا شايفين ده عنده صلع طبعا، منطقه كبيره جدا، وباين ان هو طبعا المنطقه اللي في النص فاضيه. بعد الزراعه هنشوف بقى طبعا ليه صوره تانية هيبان فيها ان احنا لما زرعنا المنطقه، شايف حاجه ده يعني وصلنا بالبصيلات ان احنا حطيناها لنص الراس. تمام. صحيح. واختلاف جذري كبير يعني. لان احنا طبعا على فكره في معلومه مهمه جدا، ما ينفعش نزرع كل المساحه دي في مرحله واحده. ليه؟ لان المساحه دي محتاجه كميه كبيره جدا من الشعر. صحيح. فاحنا ممكن لنص الراس وبعد كده في مرحله تانية نكمل الجزء اللي هو في احنا هنا عندنا دي برضو يعني شكل شائع من الصلع اللي بالزبط. هو في الراس من فوق. ده برضو ممكن تغطيته يا دكتور؟ هنشوف برضو بعد العمليه هيبان ان بعد نمو الشعر قد ايه ان هو ممكن يغطي المنطقه دي كويس جدا. صحيح. ده بتدي امل كبير قوي، يعني المشاهد اللي احنا شايفينها دي بتبقى مزعجه لرجال كثيرين وفي السن كمان، يعني بتبقى دليل على التقدم في السن. العمليه زي ما حضرتك بتقول عليها على مراحل، بيبقى هو عنده الخلفيه دي بتشرحها له ان مش بين يوم وليله كده الامور هتظهر يعني النتيجه الفوريه. الحقيقه ده لازم، مش بس في زراعه الشعر الطبيعي، اي عمليه في جراحه التجميل واجب الجراح التجميل يفهم الحاله ان النتيجه هتبقى بعد قد ايه. لان العمليات التجميل مش هنخرج من العمليه هنلاقي نفسنا حاجه ثانيه، لا ده لازم في مرحله معينه هنمر بيها. وزراعه الشعر الطبيعي بالفعل هو بيمر بمراحل، يعني احنا بنقول اول 3 شهور بعد زراعه الشعر بيبقى في عدم انتظام في نمو الشعر، وده طبيعي. ليه؟ حاطين بصيلات في مكان جديد، فالشعره او البصيله لسه بتتعود ان هي تنمو في مكان جديد عليها. فاول 3 شهور دولت ما نستناش النتيجه، لان بيبقى في تساقط ونمو، تساقط ونمو. بعد كده بيبقى من 3 ل 6 شهور يبدا النمو منتظم بقى، لان هو ده اللي هيبقى النمو الطبيعي بتاعنا. هل يمكن ان تفشل عمليه زراعه الشعر يا دكتور؟ يعني الجسم لا يتقبل البصيله مثلا المنقوله من مكان تاني، او بعد ما تطلع تيجي الجينات وراثيه برضو تؤدي لان هي تتحول لصلع برضو، او ان هو يقتل هذه البصيله؟ الحقيقه طبعا في نسبه، بس هي نسبه قليله جدا، يعني انا بقول ان هي لا تتعدى 5%. بيحصل بالفعل ان في ناس بيبقى عندهم الجسم بيرفض البصيلات دي، وده بيبان قوي في المراحل الاولى، يعني نلاقي مثلا بعد بكتير 3 اسابيع شهر من العمليه تلاقي البصيلات فعلا اترفضت. والحقيقه دلوقتي عشان نتفادى حدوث حاجه زي كده بنعمل اختبار، بناخد البصيله ونختبرها كويس جدا، ونقدر ان احنا كمان ممكن نزرع جزء بسيط، يعني نزرع مثلا حوالي مثلا 20 او 30 شعرايه او ممكن 50 شعرايه، ونديهم فرصه بدل ما نزرع الاف الشعر وكله يروح، لا ساعات بنعمل اختبار، لكن دول بيبقى في اضيق الحدود بنلاقي موضوع الرفض ده، لكن في الغالب ان شاء الله بتبقى عمليه كويسه وبيحصل نمو كويس. ما لهاش مخاطر للعمليه؟ يعني سواء اثار جروح او اثار جانبيه، او اماكن زراعه الشعر يطلع فيها مثلا بعض التقيحات او المشاكل اللي بتظهر نتيجه للعمليه؟ الحقيقه هو عوامل الامان في زراعه الشعر بتبقى بتعتمد اول حاجه طبعا على ان هي تتعمل في غرفه عمليات، لان في ناس كتير قوي بتروج ان العمليه تتعمل في عياده، وده الحقيقه مرفوض تماما، لان هي مش معنى ان هي عمليه سهله وبتتعمل بتخدير موضعي تتعمل في اي مكان، لازم غرفه عمليات عشان التعقيم مهم جدا، وده اللي بيفادي ان يحصل مشاكل في الجروح.
الحاجة التانية ان هي تخدير موضعي، فبالتالي مش يحتاج ان هو ياخد فترة كبيرة من التخدير الكلي. ونفسيا حتى كمان بيبقى حاسس ان احنا بنتكلم معاه وبنبقى الفريق كله شغال، فيبقى عارف كل المراحل ماشية عاملة ازاي. الحاجة التانية دقة العملية الحقيقة مهمة جدا، ان احنا بنعمل رسمة قبل العملية عشان يتخيل شكل الجبهة هتبقى عاملة ازاي، لان كل واحد مختلف عن التاني. صحيح. ما ينفعش يبقى واحد مثلا سنه حاجة وخمسين سنة او حاجة واربعين سنة هعمله جبهة زي ما يكون سنه عشرينات. لا، انا براعي السن مهم جدا، وبفضل اشوف صور ليه كمان عشان اتخيل طبعا الجبهة بتاعته، وتبقى الناس ما تستغربوش او تحس ان هو عامل حاجة مختلفة عن شكله الطبيعي اللي الناس خدت عليه، فده مهم جدا. الحاجة التانية طبعا بيجي دور بقى متابعة العملية من الأدوية المناسبة والمضادات الحيوية عشان ما يحصلش مشاكل، نفهمه يغسل الشعر ازاي، لأن غسيل الشعر بعد العملية مهم عشان يشيل أي قشرة أو أي حاجة، ونفس الوقت يعمل تنفس للبصيلات دي ويديها فرصة ان هي تنمو كويس. فالمتابعة الجيدة مهمة قوي، والحقيقة كمان ساعات نسبة منهم بيحتاج اخد ميزوثيرابي. الميزوثيرابي برضه استكمال بعد العمليه بالظبط، بيساعد البصيلات دي ان هي برضه تنشط كويس جدا ونموها يتحسن، وده برضه بيبقى من اهم عوامل نجاح العمليه دي. بنج موضعي زي ما حضرتك قلت، يعني كان ده المستخدم في عمليات زراعه الشعر. طب التوقيتات والوقت، لان احنا الشعر ده بالالاف، يعني الواحد بيتهيأ له ان هو مساحه بسيطه بس في عدد هائل من البصيلات الخاصه بالشعر، وحضرتك عايز تعطي الشكل في مساحه بحيث ان هي لازم يبقى في تقسيمه او نقاط معينه هي دي اللي فيها البصيلات. طب التوقيت بتاع العمليه هل بيمتد لساعات طويله؟ هو وقت العمليه في الغالب بيتراوح من 4 إلى 6 ساعات. وزي ما بنقول هو وقت العمليه عشان طويل، احنا بنستخدم التخدير الموضعي بحيث ان كل الفتره دي بيبقى الشخص ده صاحي وبنتكلم مع بعض، وممكن يريح في النص، يعني بيبقى ياخد كام استراحه في النص عادي جدا، يدخل الغرفه بتاعته وممكن يشرب حاجه ويرجع تاني. التخدير الموضعي الحقيقه في انواع كتير من المواد المستخدمه فيه اللي بتقدر تسمح لنا فعلا يغطي الوقت ده كله، وبالتالي مفيش مشكله خالص. ويمكن الناس بتبقى يعني مستغربه ان هي ممكن حتى بعد العمليه تقعد فتره لحد ما تروح البيت مش حاسه باي حاجه خالص. طب وبعد كده بيبقى في الام مصحوبه بالزراعه ولا مش المتوقع؟ المحتمله العاديه. يعني زيها زي مثلا شكه الابره، احنا لما بناخد ابره بس الشكه في الراس برضه، الجمجمه دي ليها يعني وضع مختلف، الواحد كتير بيتخوف، لا دي ابره دي شكشكه، ممكن صداع دائم مثلا من الزراعه او اثار جانبيه مختلفه، ولا هي الكلام ده كله ملوش علاقه بالجزء اللي بتتعاملوا معاه من الطبقه الخارجيه في الجلد؟ طبعا هو بالفعل كده، انا ما اقدرش انكر وجود الالم، بس الالم بيبقى محتمل وده بيتعامل معاه بسهوله جدا بالمسكنات. الحاجة التانية احنا فعلا بنشتغل على الطبقة السطحية من الجلد، وبالتالي احنا ملناش دعوة بالجمجمة او الجزء العميق من الرأس. فالناس ساعات بتقول طب يا دكتور مش هيأثر على المخ؟ الحقيقة احنا بعيد خالص عن الجمجمة والمخ والحاجات دي كلها، احنا شغالين بس في الجلد. الحاجة التانية العملية نفسها زي ما قلنا ان هي بتعتمد على دقة نقل الشعر، وده اللي بيخلي ان الموضوع سهل، ما فيهوش اي حاجه يحصل فيها مضاعفات تاثر على الشخص نفسه. هل يزيد من الصعوبه يا دكتور وجود ندبات او حروق؟ وكتير مننا كاشخاص او كناس تعرضت لحوادث، وحوادث فيها خبطات وكدمات في الراس، بيبقى عندها ندبه او اثر جرح او اثر حرق، هل دي اماكن استحاله فيها زراعه الشعر ولا وارد ان يتم زراعه الشعر؟ طبعا هو استخدام زراعه الشعر في الندبات طبعا ليه دور كبير جدا، بس في اي ندبات؟ الندبات اللي هي بتبقى مساحات محدوده ونوع الندبه مهم جدا، يعني لازم يكون الجرح نفسه بتقييم الجراح يقدر ان هو يقدر يشوف ان ده يستحمل ان البصيله تنمو فيه، لان في انواع كتير جدا للجروح واشكال الندبات. لما بنلاقي بقى في حرق مساحه كبيره وواخد يعني منطقه مثلا ممكن تبقى ربع الراس او نص الراس، ما نقدرش نزرع الشعر الحقيقه في المساحه دي كلها، خصوصا ان الحرق كمان بيبقى الجلد نفسه مش سليم. فهنا بنستخدم بقى ممددات الانسجه، ان احنا نحط البالونه في الجزء اللي فيه شعر وبعد كده نعمله تمدد ونشيل بعد كده في مرحله تانية الحرق ونغطي بيها الحرق، وده بيفرق كتير جدا، وناس كتير قوي يعني تغير الشكل ويعني الحاله النفسيه تغيرت 180 درجه من استخدام ممددات الانسجه. فيعني زرع الشعر بيبقى اكتر مناسب في الاماكن المحدوده او الندبات اللي هي الصغيره، خصوصا الندبات اللي موجوده ساعات في الحاجب. الناس اللي عندها ندبه في الحاجب ممكن طبعا استخدام زرع الشعر فيها، او في الدقن، الناس عنده برضو جرح في الدقن ممكن يتزرع فيه. ده كان سؤالي التالي، زراعه الشعر لا تقتصر على بس الشعر اللي في راس في الجمجمه يعني او في الراس، لكن ممكن كان في شعر الوجه اللي هو من حواجب، وفي بعض الاحيان الرجال ممكن منهم من لا يستطيع ان يكون لديه شارب او دقن، فممكن هم كمان يزرعوا في المناطق دي ولا مش دايما يا دكتور؟
يعني هو في الغالب بتبقى ليه علاقة بالندبات او الجروح اكتر اكتر اه يعني بيبقى صعب قوي ان حد مثلا عنده نمو الشارب او الشارب مش تقيل نتقله يعني انا الحين في ناس وراثيا بعض الاحيان بيبقى عندهم نمو ضعيف قوي لشعر الوجه كرجال مثلا مظبوط ده بيبقى صعب انك تتقل كل المناطق دي مظبوط لكن في الغالب برضو الاشخاص دولت لو عملنا لهم زرع شعر في الغالب البصيله مش هتنمو كويس لان زي ما قلنا ده بيعتمد الجين موجود فين في الغالب الناس دول بيبقى عندهم الجين موجود في الجلد فلو حطينا هيبقى برضو في مشكله فيعني بتبقى مفيدة أكتر في موضوع الندبات والمناطق اللي فيها حروق بشكل مثلا محدود شوية نقدر نكثف فيه ونقدر إن احنا نغطي فيه الجزء اللي كان شكله صعب أو شكله غير مقبول. في ناس بتعمل زراعة الشعر تجميل وفي ناس بتعملها ضرورة يعني مثلا أصحاب مرض الثعلبة من تعرض لعلاج كيميائي لعلاج الأمراض السرطانية دول بيفقدوا شعرهم هل مريض الثعلبة استحالة أو صعب جدا ان هو يبقى عنده زراعة شعر حتى طبيعي لان خلاص هو ما عندوش شعر طبيعي بقى في جسمه ولا ممكن ليه حلول جراحية اخرى لا هو ممكن طبعا هو كتير جدا من مرضى الثعلبة بعد خضوعهم للعلاج الطبي مع دكتور الجلدية بنلاقي ان في جزء من الثعلبة اتحسن وخف لكن بيبقى يفضل جزء برضو ساعات ما بيطلعش فيه شعر خالص هو ده الجزء اللي فعلا بعد يعني اخذ العلاج فترة مناسبة وما طلعش فيه شعر هو ده اللي ينفع نحط فيه شعر وده بيبقى فعلا الحالات دي بتبقى بتستفيد قوي من عملية زراعة الشعر خصوصا بعد لما خد فترة علاج والجزء ده ما تحسنش خالص فضل زي ما هو وبرضه نتيجة سواء لحوادث أو لأي أمراض مختلفة شعر أو رمش العين الشعر اللي موجودة فيه بتسقط كتير بيشوفوا إن دي استحالة إن هي يكون لها أي علاج وخلاص يتعايش الإنسان بيها كده رغم إن بعض الأحيان مثلا السيدات بتبقى بالنسبة لها موضوع مقلق يمكن الستات أكتر بسبب حرج نفسي أو هما بيبقوا يعني عندهم أمل فيه هل ده جايز رمش هو طبعا بالفعل ممكن يتم زراعة الشعر في الرموش ودي بنلاقيها فعلا في حالات الحروق أو حالات الحوادث بالنسبة للسيدات الحقيقة احنا بنلاقي الموضوع اكتر مؤرق في الجبهة الحقيقة خصوصا الناس السيدات اللي هما بيستخدموا انواع صناعية في الحجاب الحجاب نفسه ما بيأثرش على الشعر لو الحجاب من القطن هيبقى كويس جدا لكن لو هو من بوليستر او حاجة هيأثر على الشعر وخصوصا الناس اللي بتشد الحجاب فده بيعمل نحل للجبهة للجبهة فبيستفيدوا قوي من عملية زراعة الشعر وبتحسن شكل الجبهة بشكل كبير جدا انا بشكر دكتور وائل غانم استشاري جراحة التجميل واصلاح العيوب الخلقية للمعلومات المفيدة اللي ادهالنا النهاردة شكرا ليك يا دكتور ميرسي قوي يا حاج متشكر لحضرتك دي كانت اخر